السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنخزن مع بعض البزلة. احنا جبنا البزلة وفصصناها ونقعناها بالخل، وهنشوف مع بعض الطريقة اللي هنخزن بيها البزلة. اول حاجة هنعملها هنشطف البزلة وصفيناها زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى ان احنا هنعبيها في اكياس. هنجيب كياس ثلاجة وهنعبي زي ما احنا عايزين بقى، سواء بزلة هتعبيها من غير اي حاجة، تحبي نشيليها تخزنيها سادة كده من غير الجزر ومن غير اي حاجة، هنعبيها. وطبعا اللي بيحب يخزن البزلة بالجزر مفيش مشكلة، هنوريكم برضو ايه ازاي بتتخزن بالجزر. هنقطع جزراية ونكون غسلينها ومقطعينها وهنحطها على الكيس وهنربطه ونشيلوه. طبعا الطريقة اللي معايا دي البزلة بتبقى بالسنة، بتخزن بالسنة ومبيحصلهاش اي حاجة، والطريقة دي عن تجربة وجربوها وان شاء الله تعجبكم. وزي ما انتوا شايفين كده عايزين تعبوا البزلة من غير جزر مفيش مشكلة، وحابينها بالجزر برضو مفيش مشكلة. وهنعبي بقية الكياس على قد الأكلة، وزي ما انتوا شفتوا كده انا سلقت البزلة ولا عملت اي حاجة، زي ما انتوا شفتوني نقعتها وصفتها وعبيتها في اكياس. ولو حد حابب يحط جزر بيحط جزر عادي، ولو في حد حابب ان هو يخزنها سادة من غير جزر من غير اي حاجة مفيش مشكلة. وطبعا هنعبي بقية الاكياس بنفس الطريقة وهنشيلها، وبتفضل معاكم زي ما انتوا عايزين. واديكم شايفين الاكياس شكلها عامل ازاي، ويارب تكون طريقتي سهلة وعجبتكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.